السؤال الثالث. نعم سريع. هل يجوز للوكيل أن يتصرف لصالح نفسه فيما وكل فيه؟ هل يجوز للوكيل أن يتصرف لنفسه بالوكالة؟ لا، ما يجوز أن يتصرف إلا في حدود ما وكل فيه وأذن له فيه، ولا يتصرف لمصلحة نفسه أو لمن لا تقبل شهادته لهم من أقاربه، وإنما ينفذ الوكالة كما أمر الموكل. نعم.